ليكون الشوط شوط الشحانية. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الشحانية بالمركز الأول وانتزاعها مشاهدينا الكرام لأفضل توقيت زمني. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة ثانية وتحدي جديد يجمع شعارات أصحاب السمو الشيوخ في منافسة للشوط الأول للزمول ثاني أشواطنا للفترة المسائية. والزميل نايف بن سعود البلوي يتواصل معكم بالتعليق على مجريات هذه المنافسة وعلى تحديات شوط الزمول. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام في كل مكان، أرحب بحضراتكم في هذا اليوم الجميل، أحييكم في يوم العمالقة، أحييكم في يوم الكبار، أحييكم في يوم الزمول، أرحب بحضراتكم وأرحب برمال الثمانية كيلومترات التي تتراقص عليها هذه الزمول وتتراقص عليها هذه الشعارات المتواجدة والمعلنة عن الانطلاق الأول للزمول. بدأ الهدير مبكرا وبدأ الصراع مبكرا، فانطلقت التحديات في ميدان التحدي هنا مشاهدينا الكرام في ميدان الشحانية في دولة قطر العزيزة. انطلق هذا الشوط مشاهدينا الكرام، البداية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول سالم بن صالح بن مقارح أول المشاركين والمنطلقين. من يقود المقدمة في هذه اللحظات عندما يتواجد شاهين؟ يتقدم شاهين بتقدم هذا الشعار ومالك سالم بن صالح بن مقارح المري مع المركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام مليح مع المركز الثاني، انطلق وتقدم بهذا الشعار الجميل، بهذا الشعار المتميز الذي اعتدنا عليه بالمشاركة والانطلاق مع مقدمة الشوط ومع المراكز الأولى. مليح يتواجد بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي، يتواجد أبو خليفة، يتواجد من يلقب بالمحترف في هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدين الكرام غير واحتل المركز الثاني، مع المركز الثاني مشاهدين الكرام طوع مع المركز الثاني بشعار عمر بن علي بن بخيت المسافري. مع المركز الثاني يتقدم بطوع وبطوعه مع ثاني المراكز. المركز الثالث في هذه اللحظات شعال مع المركز الثالث، يتقدم شعال سعيد بن غلام البلوشي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل الشمالي، وصل الشمالي، يا مرحبا بالشمالي، يا مرحبا في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان اليابري. يلا يا بن غفان، الناموس ينتظر. ولكن مشاهدينا الكرام انضم في هذه اللحظات بشعاره العنابي، تدخل الوحف في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري، اقتحم الذهبي هذا المجال مع المركز الثالث، ويظل الشمالي رابعا بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي الجابري فايز بن غفان متواجد في عملية التضمير. بينما هنالك المركز الخامس شعال عاد إلى خامس المراكز سعيد بن غلام البلوشي.
هذه الخمس المراكز الأولى، هذه الزمول الخمس المتقدمة، هذه الزمول المعلنة عن التواجد الأول في هذا الجو الجميل. الجو جو ركض، الجو جو ركض، جو توقيت ونواميس. المركز الأول مشاهدين الكرام ما زال مسيطر، ما زال منطلق. مليح مع المركز الأول، يتقدم مليح بتقدم هذا الشعار الجميل الذي اعتاد على تقديم الأسماء العملاقة، اعتاد على تقديم الأسماء الرنانة، تواجد في كل محفل هذا الشعار مشاهدين الكرام الخاص بسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميتي. وأيضا هنالك مشاهدين الكرام التقدم مع الشعار العنابي والانطلاق مع الشعار العنابي والتواجد من الشعارات القادمة بكل قوة. هنالك مشاهدين الكرام الوعب من يتواجد مع المركز الأول، من يرقص مع مقدمة الشوط، من يتقدم مع المركز الأول يتواجد بالشعار الجميل، يتواجد بالشعار العنابي الذي بدأ مشاهدين الكرام يقارع الذهب ويصارع النواميس كعادة هذا الشعار الذي اعتاد على المشاركة والتواجد المستمر والمنافسة القوية مع الرموز. مع المركز الأول بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، فلقب هذا المضمر بالذهبي لكثرة الإنجازات الذهبية سالم بن فاران المري. المركز الثاني مشاهدين الكرام بدأ الوعب ينفرد وينطلق ولكن مليح مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق بن كسلة الرميثي يتواجد أيضا المحترف مع المركز الثاني. المركز الثالث شعال مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام قادم بشعار سعيد بن غلام البلوشي مع المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد هنالك الشمالي لسمو شيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان الجابري مع المركز الرابع مشاهدينا الكرام. هذه الاربع المراكز الاولى المنطلقه مشاهدينا الكرام، والوعب يسيطر مع المركز الأول يبي يقدم نفس المستوى التي قدمته الشحانية في الشوط الرئيسي الأول وسجلت التوقيت المميز في مساء هذا اليوم. الوعب مع المركز الأول مشاهدينا الكرام محتل الوعب للمركز الأول، محتل الصراع، محتل الناموس حتى هذه اللحظة، يرقص طرب على مقدمة الشوط. يقل لنا هذا الشعار العناب المميز الخاص لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع مقدمة الشوط هذا الذهبي سالم بن فاران المري، يؤكد بأنه ذهبي ذهبي عندما ذهب مع الشحانية مع الشوط الرئيسي الأول. والوعب يكرر نفس السيناريو، يكرر نفس السيناريو، ينفرد وينطلق مشاهدين الكرام مع مقدمة الشوط ليظل مليح مع المركز الثاني. هنالك من على بعد بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي ما في التضمير مع المركز الثاني. المركز الثاني أراه بالعين المجردة، لكن من الثالث إلى الخامس والله لا أستطيع أن أراهن بسبب البعد والانطلاق المميز من الوعب. الوعب مع المركز الأول غادر الوعب، غادر الوعب بجماهيره بعشاقه مع المركز الأول بالمحبين والمتيمين لهذا الشعار مع المركز الأول الخاص لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة هاتاني سالم بن فاران المري
مسيطر في التضمير، الذهبي مع المركز الأول مسالم حتى هذه اللحظة بدون أي أوامر، بدون أي أوامر تذكر من ذلك المضمر على هذا الوعب، وما يستاهل أي أوامر، ما يستاهل العصا، يرقص طرب في مقدمة الشوط مليح مع المركز الثاني بشعار سموه شيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير. غادرنا 2 كيلومترات اللي تفصل عن الفوز، اللي تفصل عن الناموس، الوعب سيطر، الوعب الوعب مشاهدين الكرام سيطر على الموقف الصعب، انطلق في أصعب موقف في الميدان، مسيطر مع المركز الأول، يرفرف مع هذا الشعار العنابي، الله يا المركز الأول، الله يا المركز الأول. سيناريو الشوط الرئيسي يتكرر، يتكرر، ولكن التوقيت يظل مشاهدين الكرام صعب تحت أقدام الشحانية مع الشوط الرئيس الأول، والوعب ينفرد، ينفرد مشاهدين الكرام. أخذ الكاميرا والجماهير مع المركز الأول، الكل يرافق هذا العنابي، الكل يرافق هذا العنابي الخاص لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري. المركز الثاني مليح مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي مع المركز الثاني. هذه هي مشاهدين الكرام الأمور التي نستطيع أن نتعرف عليها، ولكن الوعب، 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 خلاص يا الوعب، الشوط، شوط الوعب، الشوط، شوط الوعب، اقتحم الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو العنابي مع العنابي مع المركز الأول مشاهدين الكرام، مع الوعب يدخل مشاهدين الكرام إلى قوس النصر، ليؤكد مشاهدين الكرام بأن هذا الشعار هو المنتصر، هو المنتصر في هذا المساء من خلال الفوز مع الشحانية في الشوط الرئيسي الأول، ليعود من جديد الوعب ويؤكد بأن الشوط الخاص للسمول مع الوعب مشاهدين الكرام بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وسالم بن فاران المري. يسجل، يسجل النقطة الثانية، يسجل النقطة الثانية في مساء هذا اليوم، تواجد الذهبي في شوط العمالقة وشوط الكبار هنا مشاهدينا الكرام. المنصة مرة أخرى تقف على قدميها لتحيي الوعب كما حيت الشحانية، والجماهير أيضا يحيوا هذا الوعب لحظة وصوله إلى خط النهاية، نفس السيناريو بدون أي أوامر تذكر من المضمر سالم بن فاران المري. يسرني ويشرفني ويسعدني أن أقدم الثانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري على فوز الوعب في المركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، نحن بانتظار الثاني المراكز لحظة وصوله، ما شاء الله الوعب بعد المسافة بينه وبين المشاركين، نحن بانتظار قدوم ثاني المراكز. وصل مع المركز الثاني مليح مع ثاني المراكز، ثانينا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وللمضمر جمعة بن عتيق الرميثي على الفوز في المركز الثاني. ثالث المراكز، بتشوفوا المركز الثالث وصل في هذه اللحظات، من يصل مع المركز الثالث هملول لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مع المضمر احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. هذه الثلاث المراكز الاولى مشاهدينا الكرام، ورابعا وصل ظبيان لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم. اربع مراكز نكتفي بهن من وصل معنا مشاهدينا الكرام، بينما المركز الخامس يصل في هذه اللحظات شكرا لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع حامد بن علي بن احمد في التضمير. اذا مشاهدينا الكرام الوعب كان هو الفائز معنا في الشوط الخاص للزمول، هنا لحظه اعاده وانطلاق لشوط الزمول
الوعب انفرد وتصدر صدارة الشوط الماضي وحقق الفوز. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري من سجل النقطة الثانية في مساء هذا اليوم من خلال انفراد واضح وفوز مستحق من انطلاقة الوعب. نحن بانتظار توقيته الزمني لحظة الوصول 8 كيلومترات بتوقيت زمني وقدر 12 دقيقة 51 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني مليح اسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان 13 دقيقة و22 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لجمعة بن عتيق الرميثي. بينما المركز الثالث وصل مع المركز الثالث بالتوقيت الزمني تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على فوز هملول وللمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي 13 دقيقة 36 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.